هلا قد ايه بيشبهني هو اجباري في جهه بتشبهني، لانه بالنهايه برجع بقول طريف تعرف على رانيا بالجامعه. كانت جاي جديد على الجامعه، جاي من غير بلد اكيد، حس شوي هيك بغربه وحس حالها بنفس الوقت ما بتعرف كثير ناس. في شيء صار بينه وبينها اللي هو النظرة الأولى اللي يمكن اللي بيعيشها بكون محظوظ كتير. في شيء صار بيناتهم بعيونهم وما قاوم، إنه عفوا قصدي ما قدر يقاومها، فدغري إجا لعندها حكيها وضحكها مثل عادته لأنه هو عنده هالحس وروح الفكاهة. قد ما ضحكها علق هو براسها، وتاني يوم شافها وما سلم عليها وما حكيها، فعصبت كتير وحسيته غير واحد. كان يمكن هو كأنه عم يلعب هالشي قصدا ليعلقها أكتر، وهيك بلشت علاقته. طاطا حبيبي، طاطا قوم يلا طاطا. حياتي بشرفك، اتركيني بس شوي بس شوي. شو نسيان انه هاد اول يوم الك بشركة الطيران؟ يلا قوم بلا كسل، ما بدنا عطلة نهائيا بليز. ماشي يا حياتي ماشي، اوكي كرمال عيونك بس خلص. اوكي تفضل. لك نمت كمان؟ تفضل، هاي رفيقك اجا. لك ابن عمتي اجا، قوم. ياخ ايه قولي هيك حتى ما يسود وجه ابن عمتك معي. يا عمري انت ما بتسود الوجه، انت بتطيب. احلى من النشاط. اهلين. بقول صباح الخير بالاول. صباح الخير بالاول. ما راح تبطل تكون هيك يا ابن عمتي. هيك يا ابن عمتي شو بنيني؟ بسألك سؤال، هلا ان شاء الله هالفطور كل يوم بتطعميه يا طريق؟ اي طبعا. شو فيها؟ يا حبيبي الله يطعمنا. امين يا رب. شو عم تحكوا علي؟ بوها علي ما يبلى احلى كابتن ومضيف. لحظة، بعد ما صرت احلى؟ لا، احلى كابتن ومضيف بالعالم. كابتن مضيف؟ جديدة هي بنت خالي. يصح لك، لك هيدا احلى كابتن ومضيف بالعالم. ايه شرف يا احلى كابتن مضيف بالعالم، العم شو انك ابن محظوظة. يخا مصفار حبيبي، ماسك شي؟ الشيل الشيل الشيل. لا بظن انه في شيء نسيه. المفاتيح المفاتيح، على فكره لو ما انت انا بنسى حالي. حبيبي شيء اهم من المفاتيح. البوسه البوسه خلصنا. حبيبي ضروري عدنان، ضروري عدنان يذكرنا يعني. لك يا جماعه كل شيء لكم 3 شهور متزوجين، كيف لو لكم 3 سنين؟ حبيبي بليز انتبه حالك ماشي؟ وانت كمان يا رح اشتاق لك. وانا كمان والله. طلعت مع بعض؟ لك كل 24 ساعة راجع لعندك، لا تخافي 24 ساعة. خمسة وخمس في عينيك، وش بيك هذا؟ انتبه على حالك ماشي حبيبي؟ وانت كمان بليز ما تأخر علي اليوم. شرف عيني، تفضل تفضل، عنا شغل نحن. والله انت ما بعرف كيف نساها اليوم. أنا بتعرفي شو عبالي اعمل هلا؟ قد ما مشتغلي رانيا؟ ايه؟ انت بتعرفي انه عصير البلدورة كتير مفيد؟ نحبه بزاف. ايه طيب؟ هو كتير مفيد بزاف. على فكرة في بقلبه الفيتامين سي، والفيتامين سي لما بيتفاعل مع الكريات البيض بيصير كتير يفيد الإنسان. حواجز كتير عم تنعي. قربي شوي. وانا هول حواجز بدي كسرهم كلهم. بتعرفي؟ هيدا أول مرة بشوف عينيك حلوين صح؟ مش قصة حلوين، بس بياض عينيك مغطى ومبطن بالسحاب القدموسية. شو؟ قدموسية؟ الوضع بالنهاية عن كريم. هذا الشيء خطير كتير 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 خطير، أكثر ما بتخيلك. بس ما يكون لك فكر، لأنه في هونيك قطرة بتشتريها من الصيدلية وبترجع بترد لك لون البياض مثل ما كان، هو ذاته بالأساس. قولي لنا إياه إذا عنده حدا من معارفه مين بدي لاقيه؟ شو اسمه؟ هلا أكيد بالصيدلية بتلاقيه، اسمه أحلى. أحلى؟ نعم أحلى. إذا الشيء أنا بجيب لك إياه. أوكي.
شوفي شو رايك نقوم ننزل على السوق نتبضى ونشوف لنا كم شغله؟ طيب وعيوني؟ ما خلص انا رح اجيب لك اياه للدواء. بس ما بدنا نتاخر ماشي؟ وعد اكيد ما بنتاخر، بس بتعرف انه انا بحب هيك رايك شوي باختيار السكربينات والبساطين وهال كم شغله يعني هيك. خلص يلا قومي. ابدا بس هيك صفنت شوي بالبحر. في اطلب منك شيء هيك تعويضا على سمات امبارح؟ لا اليوم غير انت اللي سميت بدنك. انا ما بدي تقولي لي اطلعي معي. انت اللي قلتي لي ما دخلني. ها اجري مطلوب من الحقيقه بالحقيقه بدي نروح لوليك لعند المحافظة. شو بدك؟ نعم لا هو كمان بسألني شو بدي؟ صرنا ست ساعات بنلف وبندور ودنا العالم كله ما بتزبط. انت مجنونه؟ ايه بس النشا كثير بيفيد الانسان. بعرف انه بيفيد بس مش هيك ست ساعات بالسوق بيفيد لما تمشي على ارض مثل هاي الارض. ست ساعات بالسوق مطبات وجبال وسهول ما بعرف شو. ايه بس بتعرف المشي شو بيعمل؟ اسمع اول شيء المشي بيقوي لك عضلات المعده وعضلات المعده ضروري كثير يكونوا قوية لانه هن بيمسكوا كل سنسة الضغط. طبعا لك شو؟ انا بدي غير ثيابي بدي ارتاح. ليك اجري صاروا حمر ما عدت قادره والله. مش قادره؟ عم تقولي انك مش قادره؟ شو بدك اقول يعني انا مبسوطه بحالتي؟ مشكله هاي مشكله. اي بعرف انه مشكله. طب خليني ارتاح. لا شكلك مريضه. انا مريضه؟ نعم. لا عن جد لانه اكيد مش معقول من ورا المشي يجعوك اجريك هالقد. اه مش من ورا ست ساعات واحنا نلف ودور مثل مهابيل بتقولي لي ما بدك تتعبي؟ اكيد بدي اتعب بدي جن. اه والله وليش انا مش حاسه بشي؟ لا 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 انت لا تحكي على حالك. انت غير كل النسوان اللي بالعالم بتضلك طالعه نازله طالعه نازله بشوارع حرقتيها كلياتها. اوف ابدا ابدا حبيبتي. بعدين اوعك تسكتي عن نفسك لازم تشوف الحكيم. يا حبيبتي انا تمام والله تمام. ليش شو بدك تمرضيني هلا بغير ثيابي وبرتاح؟ انا يعني لو عرفتك هالقد مريضه ما كنت مشيتك كل هالقد. يا حياتي والله وحياه الله مني مريضه. ليش بدك تتعبيني غصب عني يعني؟ رح اسالك كم سؤال. ايه تفضلي. كيف بتنامي بالليل؟ منيح نومك مش منيح؟ لا سافا بس اخر فتره لقيت شي مرتين. شو عم تقولي؟ لقيت مرتين ما بدك تشوفيه للحكيم؟ ايه شو بدي اعمل يعني؟ ماني تعباني انا مثل غزال بنط هون وهونيك. ما شفتيني اليوم بالسوق كيف كنت عم نط؟ انه انت ليه بتستهتري بصحتك؟ فهميني بس انه هلا شو فيها اذا رحنا لعنده لهالحكيم وشافك وطمنك وقال لك اذا انت كنت منيحه او لا؟ يا حبيبتي لو كنت انا تعبانه كنت رحت لحالي، ليش بدي اوصل حالي لهالمرحله؟ يا حبيبتي يا حياتي يا تقبريني، مش ضروري تحسي بشي تتكوني مريضه او مش مريضه، ياما في ناس كانوا مرضى وما كانوا يحسوا ابدا بولا شغله، ومن بعد ما ماتوا راحوا الحكمه واكتشفوا بانه هول الناس كانوا مرضى حتى وما كان عندهم اعراض. لا 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 اسم الله علي انا تمام الحمد لله. ها ها شوفي. ايه ما تخافي قربي شوي. شوفي قربي. طلع لفوق لتحت يمين شمال. خطير. وين هون؟ كثير خطير. ليكي لما بتصير لك نوبة القلق بالليل قديش بتضاين تقريبا معك؟ النوبة شي نص ساعة، ساعة مش متذكر بالضبط. رانيا شو؟ رانيا قومي هلا البسي ومشي مع عند الحكيم قبل ما تفوتي بمصيبة كثير كبيرة. بس يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي هلا أنا بقدر شخصك الحالة بس لما الحكيم بيقول لك غير أنا ما هيك؟ وعلى كل حال اوعك توهمي حالك لانه يا حبيبتي الوهم اوقات بيكون اصعب من المرض بكثير 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 بكثير. فقومي يلا بسرعه البسي ومشي مع الحكيم. يلا 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 شو ناطره قومي شوي برجع لك ماشي. يا دلي شو في جهل بهالمجتمع على ما بها شيء بس ما تعرف شو بها شو رح يصير فيها. طلع مظبوط بمحله؟ ايه شوفي يعني ناقصني فيتامين د. حبيبتي انت مستقله بالفيتامين د؟ ايه شوفيها شو رح يصير يعني؟ شو رح يصير يعني؟ اسمعي رانيا هلا انا للصراحه ما بدي اوهمك بس انه كيف بدي اقول لك بتكون جريمه بحق الانسانيه اذا ما بخبرك الحقيقه. شو عم تحكي؟ يلا فهميني شوفي. رانيا قلت لك شوفي حكيم اخصائي. اخصائي؟ نعم. ليه؟ يا عمي انت كثير مستخفه بالفيتامين د، بتعرفي شو الواحد يكون عنده نقص بالفيتامين د؟
شو يعني لازم تشوفي حكيم اخصائي باسرع وقت. ضروري حكيم اخصائي. نعم قوم امشي. وهلا؟ نعم هلا. خلص يلا بسرعه. يلا. اعجابه بوفاء هو اعجاب طبيعي لاي شخص اي شاب بشوف لوحه جميله منظر حلو. المؤسسه الزوجيه بدها انسان عبقري لحتى يديرها ويحافظ عليها ويخليها ناجحه مع الوقت. اذا ما اشتغل عليها هيدا الانسان العبقري ممكن توصل للمؤسسه لانه توقع بمطبات كتير كبيره. حياتي. هاي حياتي. هاي قلبي. تمام الحمد لله. وانت كيفك؟ امتى جيت؟ ما صار لي زمان بس الرحلة كانت متعبة شوي. ايه كتير حلو والله. اشتقت لك اليوم بالزاف. وين كنت؟ انا كنت مع جارتنا. احنا لعند الدكتور. بتعرف شو؟ هاي جارتنا عايشة لحالها يا حرام. كتير زعلت عليها. جارتنا؟ ايه. وامتى تعرفت عليها؟ ساعة ما اجت هي لهون على الحارة. بسم الله عليك. ما في حدا اقوى منك بالعلاقات. بقلك شو تعشيت ولا لا؟ حياتي معقول تعشى ناطري. حياتي انت خلص طلب لنا بيتزا. يلا. بس بدي اسألك شنو هذا؟ شو؟ بتعرف شو تعمل؟ حط لي هنا نشوف وش بيك. فاتورة البناية بعتتها اللجنة لحتى وتخبع عليهم تانية صح؟ لا بالعكس. فرحانة بروحك يا فرحان. تضحك لي وشنو هذا؟ تقول لازم نعمل بروبلم كل يوم. وشنو هذا؟ كيف وكيفاش وقعت ساكت لي نور مال وبعطيها لي بضحكة؟ شوف احنا تزيريين هيك على بالك انت قلقان ولا ماشي؟ اسكت اسكت ما تقدر حتى تكلم. تبعنا بس تعصبي بطل افهم عليك. يعني مسيطرة انسانة عارفة الطالع والنازل على زوجها. تحب تتحكم في كل حياته. تتحكم في حياة كل الناس اللي متقربين منها. مشاكسة بزاف. تحب تكون المثالية لكن زودتها لدرجة أنها صارت مسيطرة. فهذا الشيء شوي كان يعني طريف اللي هو زوجها شايفه أنه صعب بزاف. صعب يتعامل معها وكان يسعفها في كل شيء. يعني يطوحها في كل شيء. تقول له خضرة يقولها خضرة. تقول له حمرة يقولها حمرة. يسايرها. شو هذا؟ شو هيدا؟ شوفي شو؟ ليك ما حدا بياكلها بالسهل هون. حبيبتي شو هيدا؟ هاي ايد. شو؟ ايد. بعرف انه ايد بس الايد وين؟ الاصابع ايد مين هاي؟ قلنا انه بالخناقة نزل محمد وجاسر كمان. لا نزل ابو لجوز. حبيبتي لحظة انت مخانقة مع الحي كله؟ لا حبيبي مو الحي كله بس انه سوري حبيبي بصراحة انا اوفرت شوي بس بدك يانا نسكت على حقنا؟ انت كل شهر عندك مشكل. شايف يا حبيبي ما كانوا يستحوا. شو بدي اعمل؟ سلامتك. ايد مين هاي؟ هاي ايد المكان يلي على الارض. ايه المكان الحلوة بمحل التياب اللي تحت صح؟ شو قلت سمعني؟ شو؟ الحلوة؟ تعرف هديك كانت جي في يدي عبك نحلها راسها من الكورتة حنصلها من بعضهم. ما تقلقنيش دوك هذا وين بديت نتكلم. مهم ايد مين هاي؟ حبيبي قلت لك هاي ايد البلاستيك تبع المانكا يلي تحت. اوف شبيك يعني الحمد لله ما في خسائر بشريه. لا الحمد لله في بس انا كثير. اي حبيبي طلبت عشاء؟ اي اللي طلبت العشاء كثير منيح. ليك بدي فوت هلا اغير ثيابي وامسح اثار المعركه. اي حبيبي تفضل. اي شو بدي اقول لك؟ صديقتي وفاء اتصلت فيني اليوم بكره بدها تيجي. وفاء؟ اي وفاء. اهلا. مين وفاء؟ هاي رفيقتي من ايام الدراسه. نقلوها لهون مسكينه ما لها مسكن فاكيد بدنا نستقبلها كم يوم هون لحتى تلاقي مكان تقعد فيه. ما بس انت ما خبرتينا عنها ولا مره.
ايه لانه منا ببالي كل مره، يعني هي اللي اتصلت البارح وقال بدها تيجي، فاكيد بدك تبين كرامك حبيبي صح؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا فيها، تقعد قد ما بدك. كان عندك حبيبي تقبل غيري. يلا الله معك، ارتاحي حياتي. ايد مين هيك؟ هذا الجارة انسانة بتعرف تقنع الناس، دليل انها اقنعت كل الجيران مش فقط رانيا. لكن رانيا انسانة تحب تعيش وتخاف من انها، يعني تخاف انها تموت، تخاف هذه الامور. يعني انسان يحب يعيش، اذا تلقى خبر انه بعد 6 شهور رح يموت كيفاش رح يتلقى وضعه؟ وطبعا التحاليل وهذه الامور اللي غلطت فيهم جارتها خلتها تصدق هذا المرض، تصدق هذا الشيء. حالتها ازدادت سوء، لكن سيطرتها كبرت اكثر واكثر. أهلاً أهلاً حبيبتي، كيفك؟ هلأ كنت بدي أتصل فيكي كمان روح نجيب تحليل. إيه لا تروحي ولا تجي. ليش؟ عندك حدا؟ لا، وفاء طلعت راحت على المدرسة والطاطا منه هون عنده سفر. خير شو في؟ من هيدا وفاء؟ لك أنت شو دخلك بوفاء هلأ؟ قليلي ليش قلتي لي لا تروحي ولا تجي؟ اسمعي رانيا، بصراحة ما قدرت ضبط وأنطر، ضليت رايحة على المختبر جبت التحاليل ورحت دغري عند الحكيم قرايبي كمان يشخص لك الحالة. ايه بس انتي رعبتيني شوفي خير. اسمعي ايه. هلا انا ما بدي اياكي تنوهمي لانه انت بتعرفي انه الوهم اصعب من المرض بحد ذاته، مزبوط يا منى؟ ايه بس انتي رعبتيني، ليش ايدك باردة؟ شوفي شو صاير. اوكي رانيا ايه. انت معي كانسر خبيث ورح تموتي بعد 6 شهور. شو 6 شهور؟ ايه 6 شهور. يعني رانيا لا 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 حياتي كيفك؟ نيها؟ تحبي تشوفي شي حلو؟ شوف شي شفت لي صوفيا؟ بعدين؟ حياتي انت من امتى ما بتهتمي بالهدايا؟ شوفي في شيء؟ في شيء بس بظن انا متعبة. شو تعبانة؟ بجيب لك دكتور؟ شو بدك اعمل؟ لا لا هلا بقوم مرتاح شوي ورحت. كم مرة صرت قالت لك القهوة ممنوعة؟ لا بالله حياتي، وانت شو دخلك انا بدي اشرب قهوة؟ بس هلا اتركينا من سيرة القهوة، شو رأيك باللي صار امبارح؟ انه انت كيف بتعمليها؟ كيف؟ ويزعل، اخر همك هو لازم يفهم وضعك، الوضع اللي انت فيه خطر، ما بيجوز يصير هيك، بعدين احنا لازم نلاقي حل باسرع وقت. وكيف؟ شو بريف؟ رح خبرك. انت لحالك وهو لحاله. هلا اسمعي انا ما بدي خوفك من الاخر، وانت صرت بتعرفي انه الوهم اصعب من المرض بحد ذاته، بس كيف بدي اقول لك لازم تنقلي له غرفته لبرا. لا بالله اصلا في غرفه واحده ومفروشه كمان، بس اخذتها وفاء. مش مشكله الا ما نلاقي لنا شي قرنه ثانيه بهالبيت يقعد فيها. هلا انت قومي معي واتركي الباقي علي. وهيدا ايه سي لحظه قبل كمان شوف هيدي مجموعة أدوية جديدة لوصفات الحكيم، لازم تاخديهم. هلا قومي مشي معي خلينا نشوف شو بقطه قبل ما يجي على الشيء. أساس مهم بحياتنا، لأن الإنسان اللي بيسعى كتير ليكون شيء بالحياة وليأسس شيء بالحياة بده يضحي بوقته بتعبه باهتمامه بعلمه. ليه رانيا مقفلة الباب؟ رانيا نايمة. نايمة؟ ولو من هلأ نايمة؟ شكلها كتير تعبانة، أخذت حبة دواء ونقلت لك غراضك وتختك على الغرفة التانية. نعم؟
نقلت لي غراضي وتختي على الغرفة التانية؟ شو هالحكي هيدا؟ ليه عملت هيك؟ بحياتها ما عملت هيك. ولا مرة نامت لحالها إلا بس كون مسافر. طول بالك طريف، طول بالك، تركها ترتاح شوي وارتاح أنت. على فكرة أنا عارف شو السبب، جارتنا ناني هي خرب الدنيا. طول بالك، خلص ارتاح شوي وخلص تركها بكرة الصبح رباح. بكرة الصبح؟ ليه بدها تنام من هلأ لبكرة الصبح؟ يي 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 رانيا؟ رانيا افتحي، رانيا افتحي، وفاء بدها اياكي. عجبي مش عم تفتح، ما عم تخليني فوق. رانيا الرجل فيه يحيد بنظره عن زوجته بكل لحظة، بس حسب شو هي هيدي النظرة؟ أي نظرة؟ نحن عايشين ضمن الناس وكل يوم في بشر نتعامل معهم ونتعامل معنا، ستات وغير ستات. نظرتنا لألون فيها تكون حسب نيته هو، أي أساس عم تطلع بمناطق مثل هي، مثل الإعجاب. نحن كلنا بنعجب بالحياة، مثل التعاطف، نحن كلنا بنتعاطف مع حدا بالحياة. زعلانة مني شي؟ حاسك كرهتيني؟ في عارف شو السبب؟ تختي ونقلتي عغير مطرح مبارح مقفلي عحالك الباب. شو عم بيصير؟ حسيت كأني جاركن وجاي نام هون. معقوله أكتر لأنه واحد بلا موخ. حبيبتي شو السبب؟ قلنك شو رأيها بالموضوع؟ هاي هون شو ما عمل بتخطط له، طالع بظاهر هديك المعطرة. لشو هيدا الدواء؟ تعبانة؟ امك مش طايقتها. بكره بس تعرف على مروه شو حتعمل. والله حتخرب. ليه شو بكي مريضه؟ خربتها وخلصت صديقي. شو معك؟ لا عم تنزل. شو وجع راسه هيك بس؟ عرفت على مروه؟ والله شوية وجع راس بدهم كل هالادويه؟ شو نا؟ شو نا؟ بدك تفتحي الصيدليه؟ يعني انا عارف شو السبب. قبلت ناكازاكي وهيك. هيدي جارتنا ما في غيرها. هي اللي وهمتك. ناني؟ لا ما دخلها جارتنا، بليز ما تدخلها. بلا دخلها. كل ما تشوف حدا بتفحصه وبتوصف له. بتذكر راسي على الاخر. شفت جارنا جوزيف؟ فحصته وصفت له شيء لو مش عم تقبل تطلع تعتذر من امي. صار معه بويسير بس مش عذوقه. خلص اترك الادويه وجارتنا ما لها دخل ابدا. كيسك يا زلمه كثير. حبيبتي خلينا نروح عند الدكتور بيفحصك وصدقيني ما في شيء، انت موهومه بس مش اكثر. قلت لك ما بدي دكتور، ما بدي روح على محل. خلص ماشي، شكلك اعصابك تعبان، ارتاحي لبكره ونرجع بنحكي ان شاء الله. ما في قال انه في بكره اصلا. يا خسارتك يا رورو، حزينة كل صحباتك. يا خسارتك يا رورو، حزينة كل سكان البناية. هو قريب كتير على ما يبدو لرانيا اللي هي بنت خاله، بدليل انه هو دائما بكون عندهم ايمت ما بده بياكل اكلاتهم، ايمت ما بده بيطلع، ايمت ما بده بفوت على البيت، وايمت ما بده بيطلع. اللي بدي اقوله انه هو بالنسبه لطريف، طريف صار مقرب منه كونهم بيشتغلوا سوا، وهي التوليفه عملتهم اسره واحده. طريف شبك هيك مهموم؟ بعدين مش عوايدك يعني بالحاله العاديه بتكون عم تفطر الصبح، ولا تكون فطران بكير مشان ما افطر معه. لك انت بشو انا بشو؟ شوفي رانيا. شبه رانيا؟
فتحت صيدلية. فتحت صيدلية؟ والله فكرة قوية من بنت خالي. ايه بس رانيا مش دارسة صيدلية، يعني كيف فتحت صيدلية؟ حبيبي فتحت صيدلية هون بالبيت. فتحت صيدلية هون بالبيت. ايه بس كيف بدهم يجوا الزباين هون بالبيت؟ عدنان الله يخليك ما تجنني. طيب فتحت صيدلية عم بقول لك، فهم علي. يعني ما رح يجوا الزباين على البيت، هلا فهمت عليك، بس إذا ما رح يجوا الزباين على البيت، يعني ليش تفتح صيدلية؟ لأنه جارتنا وهمتها إنها مريضة. ناني؟ يا حبيبي العوض بسلامتك، ناني من فترة وصفت لي دواء الله صير مثل الحصان، يا الله وكيلك، 3 أيام ضليت بالحمام ولا طلعت. اترك علي، لا تاكل هم. شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل؟ رح أقول لك بعدين شو بدي أعمل، قوم هلا خلينا نلحق الباص تبع المطار قوم. روحنا. هلا قد ايه بيشبهني هو؟ اجباري في جهه بتشبهني، لانه بالنهايه برجع بقول عدنان هو انسان، عدنان انسان، وبالنهايه مصطفى انسان، وحتما بتلاقوا بمناطق مثل هي مثل الاعجاب، نحن كلنا بدنا نعجب بالحياه، مثل التعاطف، نحن كلنا بنتعاطف مع حدا بالحياه.